بسم الله. فكرة الليلو دي إن أنا بحط بعض التفاصيل في الموديل، وبعد شوية لما أخد موافقة أتنقل للليلو دي أعلى وأعلى وأعلى. الليلو دي 100 200 300 400 500، تمام. بيكون في الأول خالص الشغل بسيط جدا، مثلا نسبة 65% من الشغل، وبعد كده بزود التفاصيل، وبعد كده بزود التفاصيل. خلينا نشوف مثال هنا. الملفات ديت دي تفاصيل قليلة، تفاصيل أكتر، تفاصيل أكتر. خلينا نشوف مثال، تمام. ده الاسكيماتيك ديزاين، هيبقى مثلا حاجة بالشكل دوت. مش مهم التفاصيل، ممكن ما يبقاش فيه شغل كهرو ميكانيكا نهائي، بيبقى فيه طرح للفكرة، ما بيبقاش فيه مطلوب موديل في المرحلة ديت. بعد كده بنبدأ ندخل التفاصيل زي ما انت شايف. في مرحلة ديزاين ديفلوبمنت، بعد كده بندخل بقى في المرحلة اللي بعديها construction document. يعني انت حدود 50% من الشغل زي ما انت شايف، أضفنا بعض التفاصيل. وبعد كده construction document اللي هو يعتبر شو drawing، فبنبدأ بقى ندخل التفاصيل بحيث اللي عايز يشتغل على الموديل يلاقي التفاصيل اللي تخليه يبني الموديل، تمام. وبعد كده ده construction document 100%، بحيث إن أي معلومة نحتاجها نلاقيها موجودة هنا. طريقة تركيب كل حاجة بتبقى موجودة، الحاجة دي هتركب ازاي باللي جنبيها وهكذا.